وفقه يا أشارك في مظاهرة ضد الحكومة. لقد فضل كيت، قررت أنا ومجموعة من الشباب بالقيام بسلسلة مظاهرات للمطالبة بحقوقنا. يا بني ابتعد عن المشاكل، فهل تعتقد أن باستطاعتك أن تغير شيئا من الواقع؟ يا بني لا تدخل نفسك في هذه الدوامة، بالله عليك هل تعتقد أن هؤلاء الناس لديهم رحمة أو تفاهم؟ إذا سكت أنا وغيري فمن سيغير من واقع هذه البلاد؟ أنا ذاهب الآن. دعواتكم لنا.
ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك اليوم يا جلنار؟ أنا الحمد لله. كيف حالك؟ لماذا أتيت مبكرا؟ قرر رب العمل إغلاق المخنز باكرا، فهناك إشاعات تقول أن المظاهرات ستمتد إلى حية. ماذا عنك؟ كالعادة مشغولة بكتابة التقارير وتغطية الأوضاع الراهنة. الوضع خطر، لماذا تخاطرين بنفسك؟ ماذا سوف تجنين من كل هذا؟ لا مفر من القدر، ما هو مكتوب مكتوب. السلام عليكم. نعم حقا حسنا، سأأتي في الحال. يبدو أنها ليست مجرد إشاعات، هناك اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، على الذهاب في الحال. سأأتي معك. هيا.